من جانب آخر، أعلنت حركة امتداد أن النائب حميد الشبلاوي لا يمثل الحركة بعد حضوره اجتماع عقد بحضور المرشح لرئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني في البرلمان. أصدرت الحركة تنويها ذكرت فيه أن النائب الشبلاوي لا يمثل امتداد بعد اليوم، وتم اتخاذ إجراءات بإقالته من الحركة بعد إعلام رئاسة مجلس النواب ومفوضية الانتخابات متعهدة بالبقاء على العهد والوعد الذي قدمته للشعب. في غضون ذلك، أقدم محتجون غاضبون على إحراق مكتب رئيس حركة امتداد على الركاب في محافظة ذي قار. الاحزاب بعد صبحنا قاع.